نفكر سويا ايش اخذنا في درسنا السابق. ها هيا يا منى. كائنات غير حية وكائنات حية. احسنتي. ها الكائنات الحية مثل ماذا؟ هيا جد. الحيوانات بشكل عام، الماعز. تمام. ها وماذا؟ النبات. النبات ممتازة يا أريام. الإنسان. الإنسان أحسنت. طيب الحيوانات قلنا، الطيور ممتازة. طيب ما والكائنات الغير حية مثل ماذا؟ البقرة. التفاح نبات، لا كائن حي. الكائن الغير حي حيوان. فكروا فكروا، كائنات أشياء غير حية. أحسنتي ممتازة. الصبورة. اللعبة. الدمية. الدمية أحسنت. الماسة. ها الطاقة. أحسنت يا ناجي. الباب ممتازة. الجدر. هاي أول اللوحة. طيب الآن أعطيكم سؤال. الأرض. أحسنت. الطاقة. طيب ما هي صفات الكائنات الحية؟ كيف أعرف أنه كائن حي؟ ماذا يفعل الكائن الحي؟ ها؟ ينمو. ممتاز. ينمو ويتكاثر. وماذا بنات؟ يتغذى. أحسنتم. ويكبر. ممتاز. يتنفس. أقوى تصفيق أنا أنفسكم. ويتغذى. طيب الكائنات الغير حية ما هي صفاتها؟ كيف ندرى انه كائن غير حي او شيء غير حي؟ ها ميار. ها يا اريام. لا يتنفس. احسنتي. لا يتغذى. ممتازه. لا يتغذى. ها لا يتكلم. لا ينمو. لا يكبر. لا يتكاثر. اسمع اقوى تصويت الان بسكم.